العشر وست دقائق، اهلا وسهلا بكم في حصاد يوم من الرياضة في تونس والعالم. ونبدأ بالجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مرحلة الإياب. النجم أكبر مستفيد بعد فوز اليوم في العودة بانتصار هام من تطاوين، واستغل التعادل في الكلاسيكو بين الترجي والسياسيس في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. ومن جهة أخرى أمل حمام سوسة حقق قفزة نوعية في الترتيب بعد ما عمل رومونتادا أمام الملعب التونسي. الملعب التونسي كان متقدم في النتيجة، لكن يرجع الأمل ويعدل ويفوز 2-1. النتائج الكاملة كانت على النحو التالي: في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت، السيابي يفوز على الهلال الشابة 2-0. خليل بلبوز في دقيقة 23 من ضرب الجزاء، والضرب الجزاء هذه احتج عليها المدرب بادو زاكي مدرب الهلال الشابة، والحسن كوناتي كان أضاف الثاني في دقيقة 63. في ملعب علي الأحوار بحمام سوسة، أمل حمام سوسة كما قلت يعمل رومونتادا أمام الملعب التونسي اللي كان افتتح التسجيل عن طريق مندي في دقيقة 53، لكن بعد بدرج جوديس باور كان سجل هدف التعادل، ثم شمس الدين الزين في دقيقة 70 صنع هدف الانتصار لأمل حمام سوسة. وفي ملعب الطيب المهيري والترجي سيطر في الشوط الأولاني وافتتح التسجيل عن طريق أنيس البدري، ثم العارضة وضاعت الفرص خاصة لبن عياد، والسياسيس يرجع في الشوط الثاني ويعدل عن طريق أحمد العجال في دقيقة 86، وسط كذلك احتجاجات وانتقادات للحارس صدقي الدبشي حارس الترجي ومردوده في الشوط الثاني من المباراة. والنجم يعود بانتصار من تطاوين أمام اتحاد تطاوين 2-0. أسامة العبيدي في دقيقة 45، والجزائري زين الدين بطمان في دقيقة 50. وتستكمل الجولة الثامنة غدوة بمباراة المجموعة الثانية، نلقاو فيها في حمادي العقربي برادس النادي الإفريقي مع نجم المتلوي، المستقبل الرياضي بسليمان مع مستقبل الرجيش، الاتحاد المنسيري مع الأولمبي الباجي، وأولمبيك سيدي بوزيد مع اتحاد بن قردان. وفي سباق الكأس أكمل مستقبل جابس عقد الأندية المتأهلة للدور القادم من مسابقة كأس تونس نسخة الهادي شاكر بفوز اليوم الأربعاء على مستقبل وادي الليل بنتيجة 4-2 بعد تمديد الوقت في مباراة الدور التمهيدي الأول الخاص بأندية الرابطة الثانية واللي احتضنها ملعب أريانا الاصطناعي. فراس شوات سجل اليوم أول أهدافه مع فريقه الإسماعيلي في مصر في البطولة المصرية، وكان ضد طلائع الجيش، الهدف كان في دقيقة 45 وكان هدف التعادل في المباراة. في الرياضة العالمية انتهت قبل قليل مباراة السوبر الإيطالي، والإنتر يفوز باللقب على حساب الميلان بهدف بثلاثة أهداف مقابل 0-2 في الشوط الأول، وهدف رائع في دقيقة 77 للأرجنتيني مارتينيز. وفي إسبانيا توصل نادي برشلونة المتصدر للبطولة الإسبانية إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد، اتفاق مبدئي على انتقال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى صفوف لاتليتيكو. ونقعد في إسبانيا مع سباق الكأس الدور الثمني النهائي، تأهل قبل قليل فالنسيا إلى الربع النهائي بعد فوزه على خيخون من الدرجة الثانية 4-0. نذكر كذلك بتأهل ريال سوسيداد وإشبيليا، والآن أتلتيكو بيلباو كان تأهل كذلك، قلت أتلتيك بيلباو أيضا قبل قليل مع على حساب إسبانيول بارسلون، ثم الآن بيتيس سيفيل وأوساسونا متعدين 0-0 في 46 دقيقة لعب، وليفانتي وأتلتيكو مدريد في 48 دقيقة لعب ما زالوا متعدين 0-0. وسيستكمل الدور الثمن النهائي يوم الخميس القادم بلقائي أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة مع برشلونة، وفيا ريال مع ريال مدريد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikefm.net.